اليوم المغرب بأكمله كيعيش أجواء استثنائية بمناسبة مباراة المنتخب الوطني المغربي ونظيره الإسباني بثمن نهائي كأس العالم قطر 2022. إدارة اليوم 24 قدمت مجموعة من الأسئلة للجمهور المراكشي من هنا من قلب ساحة جمع الفناء، واللي جاوب الجواب الصحيح غادي تهديه قميص المنتخب الوطني المغربي. معايا مجموعة من الجماهير المراكشية هنا اللي غادي نقدموا لهم مجموعة من الأسئلة. تفضل معايا، شنو الاسم الكريم؟ سمير. سي سمير، غادي نعطيوك سؤال وإلا جاوبتي غتربح معنا تيشيرت ديال المنتخب. واخا إن شاء الله الرحمن الرحيم. السؤال اللي غادي نقول لك هو شحال من الخطرات تأهل المنتخب المغربي لربع نهائي كأس العالم؟ أربعة المرات. أربعة المرات، متأكد؟ متأكد. الجواب خطأ مع كامل الأسف. نفس السؤال غادي نسوله، كم شحال من مرة تأهل المنتخب المغربي لربع نهائي كأس العالم؟ المنتخب المغربي ما عمرو تأهل ربع النهائي، تأهل مرة واحدة الدور الثاني سنة 1986. والجواب صحيح، تصفيقة حارة على أول مشارك اللي غادي يربح معنا تيشيرت ديال المنتخب الوطني المغربي. نوصلوا توني، تصفيقة حارة مرة أخرى على أول واحد كيربح توني ديال المنتخب الوطني المغربي. غادي نوصلوا هذه الأجواء الجميلة مع الجماهير المراكشية. وسؤال آخر، الاسم الكريم؟ خويا هشام. سيدي هشام، السؤال هو وديما كوكا فياك تبارك الله عليك. السؤال هو شنو هو الفريق اللي كان كيلعب فيه حكيم زياش قبل ما يلعب مع تشيلسي الانجليزي؟ اياكس. اياكس، متاكد؟ اياكس. والجواب صحيح، اياكس امستردام. تصفيقة حارة عليه، كيربح معنا كذلك تيشيرت. بصحة وعافية يا خويا. سول بسو باش ندير واحد الصورة جماعية. بلاتي لا ما تخافش قبل لك يشتغل يا وستير. دابا انت معانا فهمتي، غير سميتو حاول ما تشدش هذا. غادي نواصل المسابقة ديالنا وغادي نشوفوا شخص آخر نجيو لهاد البلاصة. الاسم الكريم؟ شرف. شرف، السؤال اللي غادي نوجه لك هو شنو هو اللون اللي غادي يلعب به اليوم المنتخب المغربي؟ أحمر. متأكد؟ متأكد. شوفوا كان؟ متأكد 100%. الجواب صحيح للأحمر، تصفيقة حارة على اللي غيربح معنا كذلك. غادي نواصلوا أجواء الأسئلة الرياضية الخاصة بلاعبي المنتخب الوطني المغربي وكذلك المنتخب بنهائية كأس العالم. الاسم الكريم؟ باموسى حسن. قلتي لي أنك رياضي مع راساتك. غادي نعطيك واحد السؤال وتجاوبنا عليه، متفقين؟ السؤال تيقول هو المنتخب الوطني المغربي شحال من خطره شارك في كاس العالم؟ 6 المرات. متاكد؟ شوفو كان. متاكد 6 المرات. الجواب صحيح، 6 مرات. سنواصل يعني اسئله ديالنا اليوم، كما قلت هي اجواء استثنائيه بمناسبه مباراه المنتخب الوطني المغربي ونظيره الاسباني بثمن نهائي كاس العالم. الاسم الكريم؟ سعيد فركوش. سعيد، مشارك اخر وغادي نوجه لك كذلك سؤال واذا جاوبتي عليه غتربح معنا تيشيرت ديال المنتخب الوطني المغربي. والسؤال كيقول هو اللاعب، شكون هو اللاعب اللي ادى احسن رجل في المباراه مع كندا؟ حكيمي. متاكد؟ متاكد. دابا زياش ولا اشرف حكيمي؟ اشرف حكيمي. والجواب صحيح، تصفيقة حارة عليه. غادي نشوفوا كذلك العنصر النسوي، واصغر عنصر غيكون معنا هي طفله. شنو سميتك؟ خديجه الخمالي. خديجه، عندك شويه مع الرياضه؟ شويه. غادي نسولك واحد السؤال ولا جاوبتي غادي نعطيوك تيشيرت المنتخب، متفقين؟ المنتخب المغربي ياك اليوم تيلعب هذا العام في كاس العالم قطر 2022، شحال من مباراه لعب لحد الان المنتخب في كاس العالم؟ 3. متأكدة؟ صفقوا على لالا خديجة والجواب صحيح. جي لهنايا، شنو الاسم كريم؟ عثمان معروف. سي عثمان، اشنو هو الفريق اللي كيلعب ليه ياسين بونو؟ إشبيلية. محال، ما كنظنش. لا تنظن. تظن. الجواب صحيح وتصفيقات عليه. السؤال اللي غادي نسولك هو بشحال ربح المنتخب المغربي بلجيكا؟ بالنسبة فهاد كأس العالم.
بلجيكا ربحها بجوج لواحد. متأكد بجوج لواحد ولا جوج لزيرو؟ جوج لواحد. ماشي كندا بلجيكا. بلجيكا جوج زيرو. جوج زيرو. الجواب صحيح. التصفيقة تحرى عليه. بقى معنا تيشيرت واحد. تيشيرت وخير بلاد تيشيرت. السؤال شنو اسم ديال سفيان القرياني؟ السؤال اللي غادي نعطيك هو شكون اللاعب اللي مارك الهدف الاول امام كندا؟ سياج. متاكد؟ سياج. جواب صحيح. تصفيقه تحرى عليه. او الثاني. مشاهدينا الكرام الى هنا كتنتهي المسابقه ديالنا اليوم الخاصه بمباراه المنتخب المغربي وناظري الاسباني. موعدنا معكم غادي يتجدد من بعد المباراه وكنتمنوا حظ موفق للمنتخب المغربي والتاهل ديالو لربع النهائي ان شاء الله لمواصله كتابه التاريخ.